السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة، معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب. بإذن الله النهاردة هنشرح إزاي نحصل على أرض بي بمواصفات رائعة جدا ومجربين، وبإذن الله هنشوف مع بعض الأرض بي شغال إزاي. والأرض بي هو أولا هو الأرض بي مش أدمن، بس بصراحة يعني هيغنيك عن إن أنت تسطب أي حاجة، لأن هو جاي متسطب عليه كل حاجة، لأن هو جاي متسطب عليه أولا البرنامج الكامتازيا، جاي متسطب عليه برنامج الفي ال سي لو هتعمل بث مباشر، لو هتعمل اي حاجه، كل الكلام ده جاي متسطب عليه، ومش هتحتاج ان انت تشتغل، ومش هتحتاج ان انت تعمل اي حاجه غير ان انت فقط، يعني مش هتحتاج انت تنصب عليه اي حاجه تاني. اولا الموقع اللي هنجيب منه الارض بيه هو الموقع ده كده، نيجي كده نشوف واجهه الموقع دي كده، الاسعار بتاعه الموقع بيبدا من 4 دولار، وبصراحه يعني امكانيات رهيبه جدا، وامكانيات فعلا يعني تتخطى فعلا ال 4 دولار، لان الارض بي والله انا لما جبته في الاول يعني كنت متردد، قلت هدفع 4 دولار في ارض بي والارض بي مش ادمن، لكن لما جبته بصراحه يعني لقيت فيه كل حاجه، يعني مش هحتاج ان انا انصب عليه اي حاجه، ومش هحتاج ان انا انصطب عليه اي حاجه، وهنشوف الكلام ده مع بعض. اولا وليكن مثلا هنشوف هنا كده بيقول لك المواصفات بتاعه الارض بي ده، هنا كده بيقول لك ال 4 دولار ديت بيجي بهارد 10 جيجا، تمام. هنا كده بيقول لك سرعة الانترنت فيه 1 جيجا، هنا كده بيقول لك الرامات من 24 أو 32 جيجا، بس هو بيجي ب 32 جيجا، طبعا هنا نو ادمن. هنا كده بيقول لك مكانه في فرنسا، هنا كده بيقول لك 2008، بيقول لك الدعم شغال 24 ساعة على ال 24 ساعة، وهنشوف مع بعض ازاي. انا مثلا عايز اشتري ده، هنا كده بيقول لك المواصفات اللي انت هتاخدها، طبعا يعني بيقول لك شغال ان انت تقدر تعمل من عليه اي حاجة، بس الفرق ايه بين الاربعة وبين الخمسة وبين الستة وبين السبعة؟ الفرق بينهم هو في مساحة الهارد، يعني عندك هنا كده ده 10 جيجا اللي هو باربعة، وده 20 جيجا، بس هو بيتهيأ ال 10 جيجا بيغنوك عن ان انت تستخدم اي حاجة، يعني 10 جيجا ده صافي ليك انت. انت علشان تشتري ارض بي زي ده هتعمل ايه؟ مثلا وليكن عجبنا اللي هو ب4 دولار ده، طبعا ده اللي هو النو ادمن. انا مثلا زي ما قلت عجبني الارض بي ده، هاجي هنا كده عند باي ارض بي، هاجي هنا واروح عامل باي ارض بي برضو. احلى حاجة في الموقع ده ان هو بيوفر لك طرق دفع كتير جدا. انا بصراحه ما رضيتش افضل ادور على ارض بي مجاني وبعد يوم ولا اتنين يقف منك، لا هو ارض بي بصراحه مدفوعه ب4 دولار حاجه معقوله، وهيقعد معاك وهيعمل معاك كل حاجه، وهنشوف سرعته دلوقتي والله سرعه رهيبه جدا، وما بيقطعش وما فيهوش اي مشاكل. هتيجي هنا كده طبعا هتقول له كونتينيو، طيب هنا كده بيقول لك 4 دولار لو انت عايز تجيب 2، لو انت عايز تجيب كذا، هنا كده بيقول لك 4 دولار و2 من 10 او 24، يعني يعتبر مش حاجه. هنا كده هوت بيقول لك لو انت زبون جديد هتملى البيانات ديت، طبعا هنا كده الاسم بتاعك، الاسم الاول، وهنا اسم ابوك او اسم العيله. هنا كده بيقول لك كومباني نيم، اكتب جوجل، اكتب يوتيوب، اي حاجه. هنا كده بيقول لك ايميل ادرس، هنا هتحط الايميل ادرس بتاعك. هنا كده بيقول لك حط الباسورد، هتختار باسورد ليك انت. تحت هنا كده بيقول لك كونفيرم باسورد، هتعيد كتابه الباسورد اللي انت كتبته فوق. هنا هنا بيقول لك الادرس 1، اكتب اول اسم عنوانك. هنا كده بيقول لك الاسم الثاني من عنوانك. هنا كده بيقول لك المدينه، هنا كده بيقول لك الستيت او المحافظه بتاعتك، طبعا الاول هتختار الكانتري الدوله بتاعتك، لو انت في مصر، لو انت في السعوديه هتكتب السعوديه، وبعد كده هنا كده هيقول لك انا مثلا هنا في مصر اهو. هنا كده بيقول لك الستيت، هتكتب الستيت، وهنا كده الزي اي بي كود لو ما تعرفش تجيبه ازاي، الزي اي بي كود. هتيجي هنا كده مثلا هتكتب مثلا زي اي بي كود مثلا، وبعد كده تكتب المحافظه اللي انت فيها، مثلا انا لو في كايرو هكتب كايرو، لو في الجيزه هكتب جيزه، وبعد كده مثلا وليكن كايرو. وهيجي هنا كده اهوت هيجيب لك الارقام اللي متعلقه، هتشوف انت الشارع بتاعك فين، وتختار الرقم البريدي بتاعه. هنا كده بيقول لك الفون نمبر، وهنا كده اكتبها مثلا جوجل اي حاجة، بيقول لك انت شفت البتاع فين، قول له جوجل او اي حاجة. بص بقى هنا على طرق الدفع يا باشا، طرق الدفع هنا عندك انت اول حاجة بيبال، تقدر تدفع بالبيبال، تقدر تدفع بالبيتكوين، تقدر تدفع بالبيرفكت ماني، تقدر تدفع بالفيزا، تقدر تدفع بالنتلر، تقدر تدفع بالويب ماني، تقدر تدفع بالاثريوم، وفي طريقة دفع اخرى هيك مش عارف ايه دي بصراحة، تقريبا اضافوها جديدة. هنا كده لو في عندك اي ملاحظات، هنا كده لو معاك كوبون خصم، ده انا ما معيش والله كوبون خصم، وبعد كده هتقول له اي هاف مش عارف ايه، وبعد كده هتقول له تشيك اوت، وبعد كده هيدخلك على طريقه الدفع اللي انت اخترتها هتدفع بيها، تمام.
طيب هنا كده بيقول لك الدعم هنا كده اونلاين، يعني بتكتب الايميل بتاعك لو في اي مشكلة عندك، الدعم شغال 24 ساعة على ال24 ساعة، شغال 24 ساعة ل24 ساعة ما بيوقفش تماما. نسيبنا بقى من الكلام ده كده. طبعا بعد كده بعد ما تدفع هيجيب لك هنا كده رسالة على الايميل بتاعك وهيقول لك مش عارف ايه، وهتستنى بس لمدة ساعة او ساعتين، وبعد كده او يوم اخره يوم، وبعد كده هيجيب لك هيبعت لك اليوزر نيم والباسورد والكلام ده. طيب نيجي بقى كده نشوف هنفتح ازاي مع بعض الار دي بي. اولا هتيجي هنا كده عند كلمة ريموت ديسكتوب كونكشن، طبعا هنا كده هتدخل اليوزر نيم بتاعك وهتدخل الباسورد، تمام، وبعد كده هتقول له كونكت. انا طبعا مدخل كل حاجة طبعا بالمعلومات اللي هيبعتها لك على الايميل بتاعك. بص كده يا باشا، انا دلوقتي اهو فتحت البتاع، شوف سرعته اولا عاملة ازاي. طيب نيجي كده ندخل هنا، طبعا انا واخد اللي هو الاربعة جيجا ده. تيجي هنا كده نشوف الرامات بتاعته كام. بص الرامات بتاعته كام، الرامات بتاعته 32 جيجا وويندوز سيرفر 2012. طيب ندخل كده ونشوف مثلا وليكن سرعة النت فيه عاملة ازاي. تمام نيجي هنا كده، هنا كده بيقول لك انت مكانك اهوت في المكان ده. طيب نيجي كده نعمل جو هنا نشوف المكان بتاعنا او نشوف السرعة بتاعت الانترنت بتاعتنا. تمام شوف سرعة البنج كام، 2. طيب بص يا باشا الداونلود وصل معايا لكام، 700 800. شوف سرعة الانترنت عاملة ازاي، اقرا كده MBPS يعني ميجا بايت على الثانية. دي كده الداونلود، اسفوا اهي شوف الابلود عامل معانا ازاي، بسم الله ما شاء الله، يعني خلاص دخل على 1 جيجا اهو، يعني هو الموقع فعلا ما كدبش معانا، فعلا دخل على 1 جيجا اهو. دي كده سرعة الانترنت. تمام طيب تمام نجرب كده نرفع اي حاجة نشوف هيرفع معانا بالسرعة دي ولا لا. وطبعا يا جماعة الرامات بتدي لك حجمها فعلا. طيب ده حجمه مثلا 246 ميجا، كام حجمه 246 ميجا. طيب نرفعه كده نشوف هياخد معانا وقت رفع قد ايه. شوف 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 يتبقى كام، 11 ثانية. شوف شوف السرعة، بيتهيألي مفيش افضل من كده بسرعة، يعني انت على 206 يعني 1 جيجا تقريبا هيترفع في اقل من 30 ثانية، 1 جيجا هيترفع في اقل من 30 ثانية. طيب نيجي هنا كده وليكن مثلا نشوف هنا كده، هنا كده مثلا وليكن عندك كامتازيا منصب عليه اهوت، اللي هو تقدر شوف تقدر تحط فيه مثلا وتقطع منه وتعمل كل اللي انت عايزه اهو. مثلا وليكن تيجي هنا كده اهو، تقدر تيجي هنا كده، طبعا كل الكلام ده بجرب عليه، تقدر تيجي تقدر تقطع تقدر مش عارف ايه، عايز تحفظ طبعا الكامتازيا مفعل معاك يعني مش محتاج تفعيل مش محتاج اي حاجة، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه يعني مفيش فيه اي مشاكل تماما، تقدر تقطع اهوت وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه، عايز وليكن مثلا تحذف دي كده، عايز تجيب دي هنا، عايز تعمل كل اللي انت عايزه، في الاخر مثلا وليكن عايز تسيب هتسيب ومفيش اي مشاكل معاك، ويعني مش هينقصك بصراحة اي حاجة بصدقني بالارض بي ده. هو ده يفكك بقى من الجديد ويفكك من كل الكلام ده. لو ما معكش حتى فلوس انت تشتري، تقدر ان انت تشوف اي وسيط فيه ترايدنت وبتاع يبعت لك فلوس على البي بال وانت تبعتها له من بلدك من اي مكان وتبدأ مسيرتك، وباذن الله يبقى في شروحات جاية كتير جدا ان انت ازاي تستخدم الار دي بي ده وان انت ازاي يعني تربح منه باذن الله، وهيبقى في استراتيجيات كويسة للربح من الانترنت عن طريق الار دي بي ده. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى اكون تجربتي مع الار دي بي افادتكم. ده كان درس النهاردة بإذن الله، استنونا في الحلقة الجاية. كان معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pay my bank off. Make our bodies high.